أنا شايف إن الموقع ده مربع ذهبي على محور جمال عبد الناصر، مستقبله واعد جدا جدا. أي حد هيتفرج في المنطقة من بره، أنت قدامك منطقة بالكامل كلها مولات تجارية وإدارية، إذن المنطقة دي هتغير وجه مدخل 6 أكتوبر. فكرة في مطورين عقاريين كتير موجودين في الماركت، في ناس كتير جدا بتشتغل في التطوير العقاري، ولكن الحمد لله اللي بيتميز بيه تتميز بيه شركة أصال هو اهتمامنا الكامل بالدراسات المسبقة قبل أي مشروع. بناخد وقتنا جدا، بنركز بالدراسات التفصيلية لكل خطوة عاملين حسابها from A to Z لغاية لما نوصل لكل تفصيلة، إن احنا نختار كل تفصيلة في المشروع. طبعا كان من أهم الحاجات اللي بنركز عليها هو البرايم لوكيشن، وده اللي بيجذب استثمار أو بيشجع أي حد عشان يشتري أو إن هو يستثمر مع شركات التطوير العقاري. لكن اختيارنا مش كان بس للبرايم لوكيشن أو إن اللوكيشن بتاعنا من أهم اللوكيشنز، لأن في ناس كتير جدا بتتكلم على إن كل المشروعات بتاعتها هي لوكيشنز، لكن إحنا لما نتكلم عن مشروع سبيد كلوكيشن هو فعليا أهم موقع موجود بالنسبة لمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وده بتميزه اللي لا يقل عن دقيقتين. زي ما حضرتك شايف محطة 6 أكتوبر الرئيسية لمشروع القطار السريع اللي هيجيب من السويس لغاية مطروح أو العالمين قدامك مباشرة، المحطة قدامي طبعا. ودي بالضبط يعني بمديول نحن نتكلم مول تجاري قدام محطة رئيسية، فطبعا it will get traffic بشكل يخدم المول بدون أي حاجة. طبعا المنطقة هنا واعدة جدا جدا بالنسبة للمشروعات التجارية، ده أهم ما يميز البرايم لوكيشن بالنسبة لمشروع سبيد في قلب محور جمال عبد الناصر، إن المنطقة عندها احتياجات كبيرة جدا بالنسبة للعيادات أو المكاتب الإدارية أو بالنسبة للمشروعات التجارية في محور جمال عبد الناصر. فبالتالي كنا مركزين كويس جدا إزاي نقدر نطلع بروجكت أو مشروع بوجهات متكاملة بكل براند يقدر يكون متشاف على محور جمال عبد الناصر. طبعا أنت لو عندك براند أو هيكون عندك وحدة تجارية حابب جدا أن يكون الاسم بتاعك ظاهر بالنسبة للناس من على الشارع دايركت، وده أهم ما يميز مشروع سبيد على وجه الأخص.